وقعت مؤسسة فاهم للدعم النفسي بروتوكول تعاون مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برعاية وحضور قداسة البابا توادروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والسفيرة نبيلة مكرم مؤسسة ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة فاهم للدعم النفسي. ويهدف البروتوكول الذي يستمر لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد إلى توفير خدمات الدعم في مجال الصحة النفسية للأسرة المصرية، وذلك من خلال مخاطبة المختصين في مجال الطب والعلاج النفسي للتعريف بالأمراض النفسية وتوعية الخدام والقيادات الدينية والعاملين في الكنيسة بالمرض النفسي وأعراضه، وكذلك كيفية التعرف على المريض النفسي. النهاردة البروتوكول بيتكلم عن إزاي إن إحنا نستخدم الخدام، الخادمات، الأباء، الكهنة، الأساقفة، إزاي الجهود اللي موجودة في الكنيسة نقدر إن إحنا نكمل بيها من خلال الأطباء المتخصصين داخل مؤسسة فاهم للدعم النفسي. الكنيسة بتعقد بروتوكول تعاون مع مؤسسة فاهم، ودي مش أول مرة الكنيسة بتشارك فيها. كنيسة دورها تشارك في العمل الرعوي وعمل الخدمة، ففكرنا ازاي ندعم العمل ده. فالحقيقة لقينا مؤسسة فاهم من ضمن فعلا مؤسسات الأعضاء هايلين جدا وناجحين جدا على الأرض، وبيشتغلوا الحقيقة في التوعية والدعم النفسي على مستوى هايل، وازاي اكتشاف المرض وازاي انا نعرف ازاي ان هو مش حاجة، مش عار على الواحد ان هو يعرف ان هو ايه طبيعة المرض النفسي والتعريف به، وازاي ان انا اقدر اكتشفه وازاي اتعرف عليه واتعامل معه صح. فالحقيقة لقينا ان الشراكة مع مؤسسة فاهم في منتهى الأهمية ما بين الكنيسة من أجل الوصول أكتر لعدد أكبر ومن أجل نتيجة أفضل أيضا على الأرض. مؤسسة فاهم مؤسسة مجتمعية توعوية بتخاطب كل فئات المجتمع، فزي ما هي بتعمل بروتوكول مع الكنيسة بتعمل بروتوكول مع جهات أخرى، ليها دور مهم جدا في التوعية ضد المرض النفسي ومحو الوصمة المصاحبة للمرض النفسي. فكرة توعية الناس بأهمية الطب النفسي في مصر دي بقت أولوية أساسية جدا، وأنا أعتقد أن القيادة السياسية كمان بتدعم جدا هذا التوجه، لأن في مجتمع من غير صحة نفسية جيدة في الحقيقة مجتمع بقاش منتج قوي. الهدف النهاردة من البروتوكول أن احنا نشارك الكنيسة جهودها اللي هي بتعملها في مجال التنمية النفسية وفي مجال الصحة النفسية، ومهم جدا بالنسبة لنا في الحقيقة أن احنا التوعية توصل لكل فئات الشعب المصري.